الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأيوة درسيني أفراد كم إذا دروستين تحنا هاي كور رميسين والمعلومات كي رسول كان عليه الصلاة والسلام ما قبل أبو صلاة الصباح إلا هبي نمدة وحينو تشوغ درسيني هراء نبي محمد عليه الصلاة والسلام وتكذي صلاة الصباح هي صلاة الصباح دبدد رسولك عليه الصلاة والسلام دعوين كي أذكرت وآخرين كري عشر كينا نوحا وكبلا بميا صبحي النبي عليه الصلاة والسلام مركا النبي صلاة الصباح وتكادو أذكاري الدعوين وحي لها وشرعيين وآخرستو نبي قينا عليه الصلاة والسلام وحا وكسو تيسان كري أصحاب تيسا رضوان الله عليهم مركا يفتين كو صفي عنو عدا هذا ما دام ساجد كوان اللهين الله يريد فينوس يوح الله ماذا غفو لما غفو كلاواتي قيسا وحوار كييون مركا يفتين كمالين تو صفي عنو عدا هذا ورسولك عليه الصلاة والسلام مركا قار كود وقت قاد شيدين كري موعظة وانو قلبي قاد شلعيسا دادك آخرت شعلي سيسا إلهينا كبغقليسا وأك الشيخ الصحابي قال ورنت إلى العرباض المصارية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم موعدة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون إنه نبي محمد واني وأنا حال دار وقلوب توضى بقي لها كبقدين جلسي إن ده هذا نكيل ما يسيسي وأكو الصحابة رسول كوريا رسول الله كأنها موعدة مودع فوسنا رسول كلاه واندا درواميد حال دار قلبي جاي نطابتي وحيوم وقتا من نجت جيون السقوطية يواندي قبل نودر دار فقال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نبي عليه الصلاة والسلام وحلو حال دين دردار ميا بتقوى الله دين تينت كل قنطان وصيدة يتايد الرعدان عدة إلى أي مضحي دين كدقانا إناد مقشانا أد إعدانا أمر كودا قاطان وحيان مع سياهين الدون حوشي يوم مضحي دين نغده كايدين كم يدي سين أولادا خلاف بضم بوارك الدونة والدين تكو سابسا حالك قبح يا خلاف كايد دووا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين وضد إذا كنت قبول رسولك عليه الصلاة والسلام إيه وضد خلفاء حق فهم كالدين تأيه كدغن كيدا وحن إذن كدق يا بدعة ودن وحكستو دين تلقو صدر اللي إله بلقو دوانية دين تناصل هانا كمدهين وهي بدعة كستوى اللومتان وضد صحيح هذا لقال لومي وضد الصحة أغفكم مركا وكلوا من روحي كل أمانسا نارت والعياذ بالله نبي عليه الصلاة والسلام كما ديك تيرين واندي سامت جوكتاه ومالي والباء صابتنا واحد سيد الشيخ عبد الله بن مسعود وحوق بقية صحابته إن يكدالان كان رسول الله يتخولنا بالموعظة أخافة الصامة علينا وأنه وقتين تيري ومت جوكتا ما يهين وحليه عن حليل هين وكلا الدنبيو نبي نوانين كريمون صابتنا واحد رسولك عليه الصلاة والسلام وحنو قبقى ايي إنه آن كان نفسات شبنا ونفتو اي كسو استاكتو اي كد الدو وانده نبي عليه الصلاة والسلام مرارك قار كوت صحابته وحيو قوى رمي كري الرمى الله ياب لأو دعي وإيمان كردية وعكم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام على الصحابة وحكو يري نين نيف الله أدباد كوضة نيف كالله أدباد ورهري أي التفتت إليه البقرة نيف كالله أدباد كسو تشيستي فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث أني قال إلا إررت الله ما أبوري نيف كالله أدباد هدلاي وحلي أبورين بيرها الله يوقته
فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا ضد كبا وحيدا سبحان الله وعار هذا الكاك كان ياب يارقق حيكا يارقق حين نيف الله وقف بني آدم الله هضلاي أبقرة تكلموا بين هذين من نيف الله أبا هضلاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر أنا وارن كوار رمين يا أبو الرسول عليه الصلاة والسلام مرهد بيه وحي حق إلهي كيمي أبو بكر نوار رمين يا عمر نوار رمين يا أبو بكر يا عمر من نميش متشوقين لكن رسولك كالسوني كقابي إيمان كودا وحكا استوى رسولك أشياقه إنانو الشكي كقلعين مرناني كور كين عين الرمين أيان أيو كالصونا تاسين واحد تسينيسا قوة إيمان أبي بكر وعمر أبو بكر يا عمر إيمان كود سيدو حق بدنا يا فضلك أي لهايين أبو بكر يا عمر يا نبي عليه الصلاة والسلام أكتس منزلة دي الدرجة دي كل هايين وحكى له النبي عليه الصلاة والسلام ويري تامد كسي لا يا بدن بو شيغه نين اري لا جوغا يا عاد عليه الديب وحصو ويرر ييغي فاخذ منها شاطن نيف اري ابو كقات فطلبه الراعي حتى استنقذها منه وحكى دبا عرري نينكي اري لا جوغي الا نيفكي وكسو ريدو كسو بدبادي فالتفت اليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ييجي با سو ايغاي او نينكي لا هادلي هادلو فهمايو و خو يري ما انت ايغا عليسه مالنت دوغاغ مو يانا عيد كلا اني لا جوغي ايغا علين دونا يوم ليس لها راع غيري مالنت عيد كلا اني لا جوغين اني مو يانا مالنت سوا غورما و ماركا صورت لا فوفو قيامه دحي دونا ادادكو خولودي قاليغا اي كدقاقي دوران وإذا العشار عطلت وكيل الله سبحانه وتعالى ضد كبا وحي لادين سبحان الله وحسنه إياهي يا أدابت النبي قينا لقى برطي قفك مركة ومغلوح وكيابه إنه سبحان الله يرى هل قد صعب كقراعان أما يؤريان يا الله أكبر إياه وحكفر هادو مغلا الحمد لله إنه يراهو سبحان الله بين الصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر اني غارنكا ورمين يا ابو مر حدي وحي لا يغ شيغي ابو بكر نو ورمين يا عمرنا ارنتا سو ورمين يا مرك قائر كود رسولك عليه الصلاه والسلام صحابته حق وريسن جيره و خوردن جيره هل في كمريد نعوده ورقف ان كحن وصنيو ان سو بوقنا ما جيره هذا إذا أذان ما يوحون كره فهل فيكم جنازة نشهدها ورعد مدين كجريوت جنازة أنو كقيب قلله فإن قالوا لا قال مرة منكم رؤيا فليقصها علي أعبرها هذا إذا أذان جنازة ما تشير توقف حن وصل يلا صوب وقذانا ما تشيره وارمدين كيدين كم إذا حال الرياض ما تشيره الرياض أنو فسر أبو رسول كورن كره عليه الصلاة والسلام markaas akii riyaar kay rasuulka kaleey salaatu wasalaam u sheegi jiray rasuulku markaas uu fasiri jiray riyada fasiritaankeeduna waa cilmi dhan tacbiiru ruya dhinac mowhibay ka tahay oo wax ilaahay adoomaha qaar u hibeeyo dhinacna waxay u baahan tahay qofku aqoon dheer inuu u leeyahay macaanil quraani wal hadiis macnaha quraanka iyo hadiiska si riyada tafsiirkiisa tafsiirkeeda uga dheegto aayadaha quraanka iyo hadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam صحابه الريوين اي كريودين رسولك عليه الصلاه والسلام وشيغه وحا كميدا عبد الله بن سلام واسل كيسي هوري يهودي ان جرى علمودنا كميدا وحو وحان اركاي رسولك الهي وان كريوداي انيغو دخ جوغا في روضه بير وحو كشيكه بيرتا بلاركيده iyo عغاركيده وسطها عمود من حديد اسفله في الارض وعلاه في السماء بيرتا برتن كده وحا كو يالا تير تير كاس بيربو كسمي سيح حق هوس دولكو كو هيا حق سرنا عيركو لا غاري في اعلاه عروه هلكي سو سريسه وحا كو تالا
بير وريكسن عروضة وحل رادا الباب بدأ قار بريجر وابل هان شرينه أنا الباب بدي لوحها بير تلاقي الله الله دي مرك الحرية الله سوق بصدق جعان تساسي لو دحقليه فقيل لإرقى وحل يقول يقول عبد الله بن السلام تير كاد يا رب برتا نلقى كبلا ما إلا عركة كر قلت لا أستطيع وحالي ما أوده فأتاني من صف وحيي من خادمة فرفع ثيابي من خلفي وي بري تاري وحق قدام بينتو قبطي فرقيت حتى كنت في أعلاها وأنكر إلا هلك أسر ريسين قاري فأخذت بالعروة وبرتي حق سلك الله لدي أنقب صدي فقيل له استمسك وحلالي كل قوصفي عن قبصه فاستيقظت وإنها لفي يدي وحن صوته وصيبه لأنه قعنتك وهي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال يا مقاقي صوتي الرياضة وكان النبي قوى أفسر وحلالي تلك الروضة الإسلام بيرتا بلارني عقارني أتكو الرياضي وإسلامك ودينتي إسلامك وذلك العمود وعمود الإسلام تيركا ديرنا وتيركي إسلامك وتلك العروة عروة الوثقى برتا براروكتو كلاي كلا لا دينا وبراروكتي أتكيد وكلمة التوحيد فأنت على الإسلام حتى تموت نبي عليه الصلاة والسلام تعبير بشارو وتأيو وفسر وحيري مسلم بعد هانسا إلا دمانس وحريوين كم إذا وحن نبي عليه الصلاة والسلام ننو شاقي إنو كل رياضي ظل وضرور تنطف السمن والعسل ضرورة سواحي دائسة بيا الويقة أن الضرورة وين الدادي صبق يمال بي دائسة وحن الكبير ننكا سددك يوقع ما هوس لغان آية فالمستكثر والمستقل وحي وقع بسمين دادك مدين بدنك قاتية مدين يرك قاتي وحكالان الكبيري وارى صوابا واصلا من السماء الى الارض حرق نيرو نولك الا السماد التحن السماد يولك اسكو حرق مركا رسولك عليه الصلاة والسلام الله ذا يوحوري فاراك اخذت به فعلوت رسولك الى يو حرق اس اياد قبصتي الا حق السرائد كقادي يتنظب ذا نمبا قبصته سيدو اكلو يساقون ايالي نين كلا قبصدايو سيدو كلو يالي نين صدحات با قبصدايو حرقي با لقواي ديو تسيداك اقامت تقين والي سوكو قنطو والي سوكو حريريو مرلبات بو قبصدو مركاسو كو قاري حقي سري او بكر با رسولك عليه الصلاة والسلام كل رسولك لاو تنيد دا انا قو انفسره والله لتدعني فلا اعبر النها الهي بان كل عارتي رسولك لاو اديد دين دونتا انا قو انفسره اعبرها ابو الرسول فسر بل او بكروحو للضرورة اورت الداعي سواء اسلامك الدين الاسلام علم هي خير با كدائية صبق هي ملبك كدائية نواء القرآن القرآن كو صبق هي ملبك وحو كشب با حق شريعة هي معانك وايا هاي ضدكونا ضدكا قعما هوس لغانا هي مدين بدنك قاتي مدين يركا قاتينا وسيدتك قرانك اوكلا بطسدين حرقا سنة لولك يسمد اسكو حريين وحقه ني محمد وادوك وادكو دول سوغان تاي حرقا ساد قبصان ساهلك اوصر ريساتكو قاريسة نين باد دبادا قبصان ايو ساس وكالي نين كلا قبصان ايو ساس وكالي نين كلا قبصان ايو مركاسو لقو ايا او وكر مركوساو فسيريوح الرسول كيلا ايو ما صحي رياضة تفسير كذي بليشك فقال رسول الله أصبت بعضا وأخطأت بعضا وحنوات صحدي وحنوات خلد ديبور الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر دارتوح لإلهي بان كل دارته انت ان خلد ديبور رسول كلاوي شيقي دونت قال لا تقسم رسولك عليه الصلاة والسلام وحيوه دارن تارو حلقة قادنا يا قفكو هدي وحكو دارتو قولا والله إساسا دياليسا ما والله وحا سمين ميسين مر والبا إن دارتي سي لوو في أنا نواجب هاي ومرقا قار قدوحا وكو دارتي هدي لوو في يدي مفسدين دباتا وكا دالان كرتا
إبرار المقسم الصلاة هو السنة حق مسلم كمسلم كله كل يبي كمت إن هذو قفك كقول دارتو كلا والله وحسد يلسا ما والله وحود دينسا إن دارتي سووا فيسا وحينهم وقتوا ريوين كصحابة رضوان الله عليهم كم وقتا صحابة رضوان الله عليهم هم يقول أوين وحوها مركا أي سوت شيدان دين بو هم يقول أوينها يدين سي لوغو نصرين لها كر لوغو قاد لها سيدي لوغو قبصن لها سيدا أي تاي لوغو رقم لها مركا أي هردان نقفكو هذه الشرالة وحاو كر ريوضة وحيابها قلبي قيسة كوين مركا وسوت شيدو هذه الشرية دونا كانت تدور حول الدين دين تاي كور ريقيس وهذا عيسى فرق عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصبح كدم بيجي الصحابة مركا قار كودا الشاكيان يدعو الرسول كنا عليه الصلاة والسلام ومغلاي شاكو ما شاكو بلا معنى أما حنا لكن واحد شاكو أما عبر الله قادم يوح عبر الله قادم يلقوه أن توبي كره أما قفك النعمة إلهي حصوصين آية المهم شاكو دين تحرير الله بهد مرة قار كود واحد كشاكي سنشيرين إسلام كهرتي في الجاهلية وحي أبي أي سمين شيرين أي ديبو تشلعي تشيرين وديبو ويقي تشيرين مركز قسلي تشيرين ورما وحاسن وما إنه قدد ووين وعقل لبين وحاسن من تشيرني قال لي ماذا قفك ويدا بناني سايو وحي كدك تاقفان وعقل إيه صبورنين وحي أبا آدو اللي تهصق النقضة مركز قسلا النبي عليه الصلاة والسلام سبوا دول العدين تشيرين وكان أكثر ضحكه تبصما نبي جين عليه الصلاة والسلام قصر كيسة وبدن وحوار ولا عدين ولا ما أرق مستجمع عن ضحكة سقو قصر أفكي سكب وحيو قصر قهقه نبي عليه الصلاة والسلام قصلي نبي جين عليه الصلاة والسلام فرق سمرك وكك وح تجي شري قريها إذا جناير حاسس كيسو قري سمرك وقال يدعو آخر سن شري اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج إلى وحن كويدي سنة يا جلس قري لقالت تو خير بدن يا بحس قري لقب حط تو خير كبدن بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا ما جع إله بانك قال لي ما جع إله بانك جب حينا وعلى ربنا توكلنا ربي جي قر أيانا ثلاث صارين نسكو علينا وأنا عسكنينا مركو رسولك قري قالوا حكوب بلا بشر السلام والسلامه خير كي سيادتك قريقة شوغة السلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت كدي من أوري سنجري سيداتين بالسكوة رمبورن جري دومر كي صورنا رسول كوا سومري جري وانا سو سلام جري لكن تقول لي هاي مويانا كوا كلكم الرأي جري من رقا قار كود يقو عبادة السنة النبي عليه الصلاة والسلام وقلي جري عبادة داسي صنها عميد كسي فضل بدن هدية جرتو تا فضلك بدن بو النبي عليه الصلاة والسلام مو تلمامي جير مرة قار كود واحد دعي جيرتين ودعا راشين ما هاي ثانية وحلا عنو هل عندكم شيء من الطعام فإن كان ثمة طعام قرب إليه دي راشين لها يوى لوسو ديك جير هذه تيرانا راشين كرسولك وعوني وحوا راشين خفيفة وان علو البوحين سيدة تمر إيو أقط عانا فرد إيو وحل عباس إذا عانوا كلا إيو نبيذ إيو حيبانو عاص مرارك قار كود واحد عجرتين إرادان ما عندنا شيء وحوا ما هينبا وحل عنابا قريقا ميالين يوحل عباتونا نبيه عليه الصلاة والسلام وحيفا إيو وحكرا هيا إيو وحدي باطيسيا مننا كما موقنشنا الدوية دو أكتيسا من لعنية من لعبية ومن لقشدية من لقلو قيمة بضان كما إلهين فإني إذن صائم بورن شريك هذا سيدا تهي وصومنا هذا هو صوم بلا بيابا وصوم كالسنها قفكو هبينك إساقو نييسن مالنتي واب بلا بكرا مارها ديان وحبا عونين واقو مركو بريا لقب بلا بو صوم بو نييسن كرا عصوب وهبين نما ديانو نييسن لكن صوم كهبينك إساقو حبايا نيي صوم كفرالكو حبايا نيي هبينكي نبيه عليه الصلاة والسلام marka uu ka soo war heelo soo xaal ogaado soo salaamo reerihiisi nabigu kaleey salaatu wasalaam saajid ku dib ugu soo noqon jiray saajid ka markuu soo galo
waxa nabiga hadigiisa iyo sunnadiisa iyo dhaqankiisa ka mid ah inuu tukado salaada lana taxiyatul masjid ummadiisana taasu amray idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn midkiin masaajidka haddii uu galo yaanu fadhiisan ilaa uu laba ragcoodo tukado khudbaddii jumcaha oo socota ayuu nin masaajidka soo galay sulayk la odhan jiray dabeetana isagoon labadaa ragcoodo tukan buu fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka ku taagan buu su-aal ku wajahay asallayta yaa sulayk sulaykow miyaa tukatay yacnii salaadii masaajidka faqaala laa qaala qum farkac ragcatayn watajawas fihima kacoo laba ragcadood tuko oo soo gaabi buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la khudbaddii baa socotee marka labada ragcado xataa khudbaddoo socota maalinta jumcaha dad masaajidka soo gasho ka tegi maysa laakiin waa la khafiifinayaa un nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu labada ragcoo tukado tiir ka mida tiirarka masaajidka oo saariyatu lmuhaajiriin la yidhaahdo oo arrawdatu shariifa meesha la dhaha masaajidka nebiga ku taalla badhtankeeda ku taal ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu agtiisa fadhiisan jiray rawdadu waa meel masaajidka rasuula ka mid a waxaanay u dhexaysay minbarka rasuulka minbarku jumcaha rasuulku ka khudbadan jiray iyo gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba caaisha ay deganayd wamaa bayna minbarii wa beytii rawdatun min riyaadi aljanna wuxuu yihi nebigu inta u dhexaysa minbarkayga iyo gurigayga waa beer beeraha jannada ka mida halkaana nebigu calayhi salaatu wasalaam tiirka agtiisa salaada si gooniya buu ula eegan jiray oo ugu dadaali jiray waana tay culimmadu ka qaateen qofka masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam taga rawdada inuu ku tukadaa inay fadli dheeraada ay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa marka uu ku tukado tiirka agtiisa waxa uu ku tiirsan jiray gidaarkii u dhexeeyey masaajidka iyo qolkii caaisha radia allahu canha asxaabtu markaasay ku soo ururi jireen kulanka iyo fadhigaasi wuxuu ahaa mid nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu bartay oo qofkii danka la oo dhami halkaasi ugu iman jiray dadka wafdiyada ee arrimaha u socdae magaalada madiina dabadeeda ka yimaadaana nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasay ugu soo hagaagi jireen asxaabta nebiga la fadhiista fadhiga mararka qaarkood waa tiradoodu waa badnaan jirtay mararka qaarkoodna waa yaraan jirtay waxay ku xidhnaan jirtay duruuftooda nololeed ilaa waxay u qaybsamayeen qaar beeralo beerooda ka soo shaqeeya iyo qaar suuqa gala oo ganacsada nebi maxamed baa ku dhiirigeliyey tabcashada xalaasha ah oo u sheegay inay si walba uga khayr badan tahay inay bani aadam wax weydiistaan ama bani aadamku waxa siiyaan ama waxa u diidaani waxa shaxaadka la idhaha ee dadkeennu ay u yaqaaniin baryada iyo dawarsiga inuu ka duwan yahay waa nooc baryada ka mida un baryadana sideedaba waxa loo ogolyahay in qof ay baahi u geyso wuxuu kaga maarmo waayey laakiin qof wuxuu dadka kaga maarmo haystaa dadka inuu baryaa uma bannaanaba maalinta qiyaamana wuxuu iman doonaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo wejigiisa xabad hilibi aanay saarayn oo laf cad uu yahay wejigiisu hadday saxaabadu yar yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii xalqadoo kale ugu soo wareegi jireen hadday badan yihiinna laba safoo midig iyo bidix ka xiga ayay noqon jireen si qofka rasuulka danta gaarkaa kali uu ugu soo dhowaan karo oo hortiisa waxa weeyaan u iman karo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam fadhiga saxaabada waa kula hadli jiray waxaanaynu ogsoonnay nebigu inuu ahaa afsaxulkhalq ka ugu fasiixsana ugu aftahansan khalqiga uguna hadal macaan hadalkiisuna muraadka iyo ujeeddada la leeyahay ugu caddayn og yahay nebigu markuu hadlaayo mu ahayn mid hadalka dedejiya dedejin aan laga fahmi karin muraadka iyo maqsuudka hadalka uu ka leeyahay manu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid si gaabisa u hadla oo hadalka aad u kala fogfogeeya waayo arrinta noocaas hadde waxaa ka dhalanaysa hadalku dadkii dhegaysana inuu culays ku noqdo oo ay ka caajisaan haddii aad loo dedejiyana dee fahmi maayaan wata caaisha radia allahu canha tidhi maa kaana rasuulullaahi yasridu alxadiid ka sardikum haadaa rasuulku hadalka uma dudubin jirin sidanaad u dudubisaan walaakin kaana yatakallamu bikalaamin bayinin faslin wuxuu ku hadli jiray hadal cad oo kala dhigdhigan
وقف ولي وصف عنه فهمكر يحفظه من جلس إليه وقف الله فريستا النبي عليه الصلاة والسلام وكحف ذيه نبي عمرك الصحابة الله هذلايو هذا الكموه هاي مد رسول كونك الرسانو هذا لون وجدية بس وخطبة يأون بل إن بدن قاب حواره أما الضوضة يسؤال اللي سوي دارسان أيو أيو هذا الكودي عجري ما أنت وحي لهذا قالضو مرأي كور رميان طرق التدريس قاب كوحلو ديقو يددك من هيك تنوع عاسك قاطيبا وخلط معلم كوينتو أرديد سور يستاقو إنو هذا لون ما أنت وردن وضو ده تمر كود ميانو اسك دقاقو درس قوائن ودعو قاب نقاش أو الضوضة ويديان أرنت النوع عاسى نبي جينين عليه الصلاة والسلام إنه كهينا إنه كقديانينا دات كمركو دون يا أرنت مهمين وشاقه سؤال بكو الرئيسين كري ألا أنبيكم بأكبر الكبائر دم بيدا كو أوا وين ما يدين شاقه قف كستو سي تشيدي بي سؤال شاد سو تشيدي نيسا دارين كقف كان ويكعيني سامد ديارو وحل الشيخ الدونا يك دغيس الله نبيكم بخيار عباد الله دوما الهي كو ود وناغسن ميدين شيغا الله نبيكم ما يرفع الله به درجات ويمحو به السيئات ميدين شيغا و خي الهي ادون كسمهي درجوين كور او قاديو دمبينا او كغا دافاي سؤال انه عاص مررك قار كود نبي عليه الصلاه والسلام وحي يقانين أيو ويدين شري سيدا يقو يقانين أيوها يستانين وآد وقوين يهي سيقو الدون يين وشاقو وكي مالين رسولكو أتدرون من المفلس ما تقانين مفلس كويا ككعاي حولو أي كبحان كيو يقانين بيشاق صحابتو المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أنه مفلس وحان أنا قانا كان لعقيا على مدنا بان هاي السنة وحي فراء وكوها يوردا بفريسة يكبحين نبي عليه الصلاة والسلام مدي دين كاس إنو مفلس ياي لكن مفلس كان مفلس كسي وين إنو ترى يوشاي كاسوان الحول لهان ترى كعي لكن وحول كقيمة بضان من لهان ترى وكعي إنو ترى بوشاي إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة مفلس كدبتا ككعي سيدبا وكعي ومديدا كميدي وكمالين تقيامة إيمانية صلاة بوتا صوم بوتا زكو وتا وياتي وقد شتم هذا لكن إيمانية سوقف كعي وقذف هذا كايسقو زينكو قنو يلو سينيست وأكل مال هذا كايسقو حولي سيعوني مرو حدي مرو كدعي مرو كدفر وصفك الدم هذا كايسقو ديقي سيدادي وضرب هذا كايسقو قعنت ولدتقي وقراعي dad badan oo dulmiye ba halkan tuban xasanad badan oo wata maanta waynu aragnaa dad cibaado ku fiican oo safka hore ku jira oo dikri badan oo sadaqad badan hadana arabkooda aan laga badbaadin oo dulmiye xaq darra kaga hadla dadka cirdigood iyo sharaftooda ama la xajiladood iyo jacaylka adduunka hayaan aad u badanyo taas ay ku kalifteen dadka xoolaha ay leeyahay ku qabsadaan ama ay ka dhacaan ama ay ka dafiraan نبي عليه الصلاة والسلام وحش شجدة كافرها بدنا قف كاس الدلمي حسنات كيس يبى الله قيبنا يا وحلاه صرف يا صلاة دي سي صوم كيس زكاة دي سي بالله صرف يا فإن فريت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هدي ونجد يساعي دمادان يدو ولد دينتي دلمي قاسي وسو تشيني اللي قل لي هاي دت كحمانه دي بالله قاضي يا مركز صدوش لقى صار يا دت كي الدلمي كاسا نار تلغطوريا والعياذ بالله إله بي نار كما قلنا والحديث في صحيح مسلم وغيره نبي عليه الصلاة والسلام سؤاله الصحابة ويدين كري وحا كم إذا ما علم علمها كم إذا وحود أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم وحديث شاكتان قيد قفك مسلم كاشبها حقو مسلم كشبه قيد كاسوح كشبه حقا نفع بدنانتي واحتركي سنو فربدين ويكال الدوانتها إن سؤال شاسي أيها الرئيس وكذب جوابته وشاقه إنو كبلا أبعونه ويراهده
جيد بات شرقف كمسلم كاشب هو جيد كسوى جيد كهبل يراه. فوقع الناس في شجر البوادي جيده بادية يميج كويا لي أي عدد كم متبمد وقدر ضعي من يراه هو جيد هبل من يراه جيد هبل متبقى جيد بشيء. لكن جيد كنبي عليه الصلاة والسلام ودوني يي لما شيء رجوا وين بامشى فديا لكن واحد الله فديا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعقلي هان علمي هان بقوي لكن داهان وير وحا عبد الله بن عمر كسر دعدي جيد كاقف كمسلم كاشبها انو يهي جيد كتمرت اللقع عنه النخلة ده تنوحي وردد كي مجلس كفرديان صداو ايقايو مساني قابقو يربا مركاسان حشودان السلمادي قو يربا رقا واوين كهر هاد للدونة قف كياريدد كواوين وايلو احترام وحتى هذا الكواين ايقا وقدم بايين إنه كهر صداو كبوا وماها كدب نبي قاش يقع عليه الصلاة والسلام ويري هي النخلة جيت كسوى جيت ك نخلة الله رايد تمرتوا أي كبحده مركي فرديجي لقى كعية رسولك جوابتي وبحيي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبي عمر بوكيري جيت كسيل وجيت كاي هوي وصعد عضي وان جرناي لكن ده كواوين مجلس كفردي بان كحشاد عمر رضي الله عنه وحيري إن جوابتو أتشاكتو أي واحد والبكت إعلان لها يقول والد كوالدك عليها ولد كيسة وحي شرف يقيمه وسوتشي داية نبي قالوا عليه الصلاة والسلام رجع قار كذو حي استعمالي كذا وحلا يقانه وسائل التوضيح وحيابها وحل غصي عضين كره وحيابها وحكم إذا ضرب المثل إن تصاله للسمايه عضتك تصاله الله شاقه وحن للربين إلا فهم سيئه أي كفهم كرار مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تساكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحيري مؤمنين تسالوا دوحوا كدقية هاي شير قرى هل قف بيسك كدقية شير كقرى وحن روكسون حبين كم إذا عضيحا وسطوه انت كلانا والله لدم قنيسا والله حمدونيسا واني لسو تشينيسا هدي عديدا صلق ويكو حنونيسا قنشر سرعيدكا كو حنوناي مكا مؤمنين تنوى سيدا صوكالي تشير قرى ايه كدقيهين تصالياش النبي عليه الصلاة والسلام ويالي تشير وحكم ميدا سيدا صوكالي مرغو كو ورمي سيدا ددك دخلوا الامانه لوغا قادي دونه امانه واي اوغو يران دونتو خيانه دون اي او بدن دونتو نين با سيخان يا بوو مركا سا امانه دي با قلبي سلاله لغا قبانيا اسغو نين امين ابو صح انتو هردي با امانه دي لغا فغاي فيبقى اثرها مثل الوقت وحا قلبي سي كو هرايا امانه الرادكيدي وحا وقتي لو يقانو كلا وقت قوام حي وماشى قفك الجبته ضبك ماذا جو قصة مايو يعني أنت عصاكلا برتا مدو الضبك يقفك الجاري وكجت تجي أنت عصاكلا يا قفك جت كجها رئيسة وحويا أمانة دي أبو رسولك عليه الصلاة والسلام واستعمالي كير مرق قاركود حتى وحبي حين ترى تصال يلا تعبان كرو ما أنت معلمين أنتم مسترد بيقاطان قلب يصورد كتشاحان كارديد وحش الرحية نبي محمد عليه الصلاة والسلام تاو قوري خط النبي خطا مستقيما سيب المسعود كوري حريق دير وطوصن بوتشاح هريري سنوحو كتشاحي حريقي يرير وحو فصير يا قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه إلى وحو رواه تاو وضضيدي توصنيد الراعة هذا صراط الله وضضى توصن والدين تي إلهي وإسلام لمدي وهذه الصبر وطرق الشيطان والدوين كا وديقوين كا كل إحدي وودوين كل شيطان كا مدول بمدح إلى شيطان باتاقد ضدك وقبا قيا أو قرحناي قفك إسيلات توبية والدوين كا يربو نفان دونايا عدة كسو جيسان باتلا سو جيسان والشيطان فردي النبي عليه الصلاة والسلام وحوها فردي علمي فردي وانو وإيمان لغا زياد سدو يخشع
فدي تربيادات بوها نبي عليه الصلاة والسلام أصحابته وكو تربيادية فدي نبي عليه الصلاة والسلام مر والبوحة دح سعودي حس إلهي وحصائه وصحابة واحد شيئا أنهم كانوا يعدون للنبي في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الغفور إلى أترين ترين بقول تير 100 مرة أو يرى هذا إنتانو ككعين فردقا أو فرديو رب اغفر لي إلهي أستر ودنبقا هو عقاب وتب علي إلهي توبة أقبل إنك أنت التواب الغفور إلهي وديقا إياك توبة أقبل كبدن الدومين سرين بدن أسطرة دنبقا يقالين كعفيين كعقاب. هذا يدل على كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد وماله هالمر فريستي يا إنتانو ككعين لو ترين تيري استغفار تفرها بدن مرارك قار كود رسولك وحل لو كين تيري عرور تيريرا نالتها وصحابي أبو طلحة لو رن تيري حاس كيسي أم السليم مركي أودا شيء إنان كحيقة إنان هروكا لنتي وصفي عنا وقصبرتي إنان كاسو النبي عليه الصلاة والسلام آدو وجود دعيي تانو دلنبا بركة وجود دعيي الله وبارك لهما في ليلتهما وكيل النبي عليه الصلاة والسلام همين كل شيء سبح نمدي سيب أبو طلحة أبي بي آنس بن مالك ودي حقه يأي كول عليين النبي عليه الصلاة والسلام جي النبي عرور طير مرك الله كانوا نبتي سأيو ساري تري ما قون كبري إسلويني مركو نبتي سصارو يدعو لهم بالبركة وحوجد عين ترى إلهين وبركائه ويحنكهم وحكلو كسمين ترى وحلو يقان التحنيك أو ملب أما التمر وحمعان إن هالكادن حرق الله مريء المهير سوى حاسون نقض معاني وحقه الرئية المهير جوف كي سامع لوش السجلة حكمة كجرتان وحي تو التفاؤل بالإيمان وإيمانك ومعاني هاي إيمان بالله صادنا يا المهير وحمعان أفك الله مرين يا مرك أوه الرئيس أوه علوشي سجلة إنه نقض للدونيو أبو أسيد وحويري إننا ندلايو منذر لورن تيري يا رسولك عليه الصلاة والسلام كياني مركو رشي وإلما يرقور مارتا مقع الله بحنكرا إساقون دالان بو علوشي كتيرا مقع الله سي بحنكرا هدي دي لكالوغادو إنان إنو وحوياي وقت جان داين تشغنو لكالوغان كرا أما الله بما قعب الله بحنك أي الله بحنك روح الله رنك هدو إني هين وحليمه هدو إنا النقضان وعلي أما هو عبد الرحمن بالله رنك هبين كودشان والله بحنك راه تاروح الدليلة يحيى بن زكريا نبي قال إلهي نبي قال إلهي ودلي انتانو دلم با إلهي مقعو سبحي هبين كود لشان مقع والله بحين كرا عبد الله بن أبي طلحة هبين كود لشيء سبح لمدي دي مركو آن السوسي دا النبي عليه الصلاة والسلام أكياني النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي سيدا سوك لوح الله بحين كرا ما لنت التضباط يوم السابع النبي عليه الصلاة والسلام يحري يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى ما لنت أول شيء ما لنت كنت الضباء أيها وانقشى لقليا ما قعنا الله بحنيا لباتضنا اللي قال لي حنيا لباتضنا اللي قال لي حنيا ومحواتمه تمه يحدى بلقى حيريا إنما ذا قارعان وتمه سوى تمه عالم كلا كيمي وعالم كلا يمادين لما قبصان كران الماهير لباتي كيهين وانو شيقي كرهينون لكن نبي محمد باينو شيقين الماهير لباتي كيهين waxa kala qisada hore inuu ka faa'ideysanayna waxan Soomaalidu shaashada ay raadaan iradaan ilmaha yar hadii la saaro intaanu 40 bixin uu shaashoobay wax jira inaan ahayn habeen ku dhashay baba aan soo inay yar loo dhiibo leey rasuulka u geey shaashadu wax kala ma aha wax laga yaba ilmaha yar day inuu sheeydaan dardaro oo durayo taana de guriga in lagu hayo lagaga ma ilaalin karo de gurigu sheeydaan celin maayo waxa shaydaanka laga celin kara waan ilaahay la magan galiyo ilaahay magan looga dhigo sidu rasuulku xasan iyo xuseen ilaahay u magan galin jiray wuciidu kuma billaah min kulli shaytaan wahama wa min kulli ayn laama in qardaas loo xira iyo
in gabadha la yiraahdo wagar qaada iyo in la yiraahdo ilmaha yar markaad ka tagayso bir madaxa u sii dhigiyo kullu hadhihi laa tanfac khuraafaatu laa asla laha nafcina ma leh hay biritari guriga wada bira wixii bir guriga taalay waxay qaban weydeen tan yar madaxiisa la dhigay qabari sabab ah wajin bay biri celinaysa أبو سيد وحيرين أن كاير مركو لشيبا النبي قوكين يو فوضعه النبي على فخذه رسولك عليه الصلاة والسلام بوده دي سوصار أنا وافدي نبي قوحو كويرا مشقولي أرن وهيي دابا يتنا إن أن كيرا بان إلي نبي قال لقا قاضي إن أن كيرا بان لقاضي وخلاص إن أن كيرا بان لعني نبي عليه الصلاة والسلام هاوشو كو مشغول سنا مركي وكسو وجهي استيبا وحول أين السبيل ورما علمه يراي هل كان إصارا كسال لي رسولك لا أوار علين وحول ما اسمه ما قعي سمحال لا قال فلان يا رسول الله هب البالي هذا ما قعك له شيئا هناك سنين قال لا ولكن اسمه المنذر ما قعك داه منذر بح فسماه يومئذ المنذرة ما أنت أصلا منذر ربحي ما جاء هناك سنين أما التزكية هي أمان حمبارسا سيدا برا أكلوا زين أمريكا ولا لورن تري أما ما جاء حنا وحن كتر تمايه مركا هربا أولاد إلا ربحي معه وأولاد حقا أي والد كله يحكم إذا حسن اختيار الاسم مقع وناكسن والد كونه الدارة المه إنه حوالي أنا دقال إيو قرص إيو ساد إيو مقع إيان وناكسنين با إن بدن عرورة الله بحين كري وقت يهوري هذا نوح لقيا بددا وناكسنين لوغو مقع دارو قار قالا إيا قار إسلام وكواب ترسادة با واحد لعن كرتين رسولك عليه الصلاة والسلام مجلس كيسا إن لوغو كانو تمرت أوه الرئيسة بسلاطة هذه كانت عادة أهل المدينة تمرت أوه الرئيسة مراه أوه الرئيسة بسلاطة انت سواق هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام وكين كريم نبي قيم عليه الصلاة والسلام ووجد عين كريم وشدد وكين كريم نتعصى كامل اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا إله مراه يقى نوبركة إله مقالي ذا نوبركة بولين كريم بارك لنا في صاعنا إلهو قلاء أنك يغنو بركة أنو حكم يسنو بارك لنا في مدينة مدك إلهو نو بركة مدك وصاعو كيرية اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك والنبيك إلهي وإبراهيم وأدوان كاقي والنبي كاقي وخليل كاقي وكياد سيدة قارك وشعلاتي وإني عبدك والنبيك أنونا وحنا أدوان كاقي والنبي كاقي خليل كي سيرا وانيهي لكن النبي قمرك سيدة الله وحلق يابا أنت أن لو إيش يقول خليل الرحمن إنه يهين يهين نبي إبراهيم مكود دعائي دعائنا واقبل شيء إلهي أنا وأنا مدينا ندعائنا يا دعاء إلهي واقبل وحنا قد دعائنا يا وحنا نبي إبراهيم قد دعائي مكة إياه إن لا جو الله صعده طلوا تمرت رسولك عليه الصلاة والسلام يوسين كريم نبي جانو عرور تيرير آدبو إلى لين كريم مركو صامر وسلام كريم كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم ما أنت وحلا جاي نجا قف كي نوين عروي رسول مرا إن أنا سلامي هدا يجو سلامان إنه صاوا يجو يراهدو سيراهدو هدا السلام تأمل الله هذا شو حلا ورندو أنا ورنين كي وين أتلو محبا كسر نقدم عروت هير كل شيء كيستريح لكن نبي قصدا ما هين كان إذا مر على الصبيان سلم عليه سودان اسمه مالك رضي الله عنه مو سلامك ما دحيو سلاحك نبي قو عليه الصلاة والسلام نيم باوي ميو حكوري وحن دريمي قسوة قلب قلبي قلر بحار انت الدوائي قاع امسح رأس اليتيم واطعم الطعام هدا دونس قلبي قاع قعون وتشلعوه اقوان كمضح او صلاح قد كبهان الراشين كسير لما ظهر رموت بقلبي يقف كوات تلعيان والدبعيان عرورتي الرسولك عليه الصلاة والسلام وقال لك افتمي كري وعيار سين كري نبي قلنا عليه افضل الصلاة والتسليم تمرت الله كانت تمرت او الرئيسة بسلاطية مجلس كاو فرديو dadka ka chooga qofka ugu yar ayuu siin jiray rasuulku kaleey salaatu wasalaam hikmaduna waxay tahay ilmaha yari waa ka qanaacay yar yahay qofka weyn wixii uu arkay naftiisu ay doonayso qalbigiisa ku tacaluqay alla ayaa ku siiyay buu leeyahay hadaan xataa hadal marka nabigu kaleey salaatu wasalaam ilmaha yar buu farta ka saari jiray
فدي النبي ويسقى فدي علمي فدي وانو فدي ذكري يحس إلهي سبحانه وتعالى هذا المرة قارك قد كم من نانشرين طرفة يعني هذا ضد كدال ككبية وضد كواي كقصلان هي كفتن في عن النبي عليه الصلاة والسلام وكفتن كيري لكن كفتن كيس عينا موهين بيننا ماهين قبيالنا موهين حقك كفتن كيري وكويس صحابي رسول كوري يا رسول الله إنك تداعبنا رسول كلا ودنا لك كفتن تا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا ها وإذا لك كفتما لكن حقه ما نكوها الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي هيبت ديسي إلهي دوشة وكساري يا احترام كي قدر انتي صحابة وهيين ما يديد تشيرين إن فردي جيسا كفتن حقا أروني مرك قار كود وكرعه وفردي جو حبا قرحين يحوين وكم النقطة وحكم ذا النبي عليه الصلاة والسلام سقى أصحابتي الله اللي يني ريرمينا ولا تشوجو أي أوحى لنا رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع ذات كي تشنده قالين كم ذا أي إلهي أوحى ويديستي إنه بيرقطه تشنده بيرق قطه إلى أوحى دون يا مولى إنه بيرقطه فقال الله له ألست فيما شئت إلى أوحى كوري وربيرتم حاد كفالسة وح الله لو حد دون يصدق أن تشنده كويس فقال بلا يا رب ولكن أحب أن أزرع حر إلهها وحو البواد السيس حبيقة ومغرى لكن وحن تعالهاي ونفطي دو أي كهلي سايرا بير بيرو إلهي وفصحي بير بولي وكيلهي وفيها ما تشتهيه الأنفس وح الله لو حي نفط مهاتو أي دونتو كان هذا وي كهلي سا كيلا هذا قيل إن الرعدان دوني قيل باتشنا دي حيث الوصينا يها الرعد قيل إساسي ووشها وقاته كبرت على برت هذا قدر الله ربيع الله أكبر حتى سوقيا كويا له كان نظه ضد كقرب بيع مشتري سكت عليين وحيبيان والله قلاني والله في الصحية نينك شندي بقول كي كدة عديي فبادر الطرف نباته واستواه واستحساده البرقص أي برت كبحري أو كم رئيسي أو كجست البرقص ilaa ma ha beer adduunyada ku taalatan tan lagu tabacay mararka qaar kood inta lagu daalad daalo waxaan ka soo baxayeen ma wa beer jannada ku taala markaa saasay u baxay fa kana amthal al jibal zar'i wuxu noqday intu dharar ka qabo sida buuraha oo kale fa yaqulu allah dunaka ya ibn adam fa inhu la yushbi'uka shay ilaahi ba allah allah doon ka soo wuxuu yiri wa adigi doonayay in aadam oo qaado wuxu kuma dhargiyaani wuxu walba jannada waa kugu siiyo hadana wali beer baad raadiris إيه رضو حبيرته نبي عليه الصلاة والسلام وركا مركو دمييي ننكي عرابيقا هاي ريرميقا هاي مجلس كفرديوة وحوري والله لا تجده إلا مهاجريا وانساريا إلهي من كل نارتين نبي إلهي يو ننكا يساقو تشنده قراه دارو ولي بير بادي دوليا أما هو مهاجري أما هو انساري عد كلام ما هبوري ريقا ويدي لما دا قولو بتكود وي واي فإنهم أصحاب الزرع يقا داد بير ليا qolada idan reer miiga ah anagu beeri waxa shaqo kuma lihiro jannada ay adduyadan ku beeran ba fadhika man fil majlis dadki meesha fadhiyo dhan ba qoslay wadhika nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabiguna uu qoslay nabigu alayhi salatu wasallam mararka qaar kood ashkhaas ta qaar kood buu la kaftami jiray islaam ba u timi markaas nabigu ku dhila tadkhulul jannata ajus islaani ba jannada gali mayso ya abu ilahi u kaana waxay sirwaadigaa jannadii ka qaday nabigu waa u fasirayo wuxuu sheegay dadka jannada galaya in ay dhalinyarnimada dib ugu wada noqon doonaan dhamaantood dhalinyar ay yihiin qof isagoo daaho gaboobay jannada galinaya ma jiro ki gaboobay xataa ay jannada mutaysta dhalinyarnimo ayuu dib ugu noqonaya nin baa rasuulka markaa uu yimaa wuxuu ku yiri ihmilni ya rasuulallah gaadii si rasuulka ilaahay nabigu wuxuu ku raaxay ximiluka cala waladi naaqa hasha soomaad arag hash waxa ay dhasho ayan gaadid kaaga dhigaya niriga yarade marka dhasha ayuu qaatay wuxuu niriga yaray marka dhashay siduu gaadid ugu noqonay rasuulka ilaahay rasuulku wuxuu jeeda waxay halay dhashay de awrka weyn soo haliyoon may dhalin wa hal talidu al ibla illa an nuqb rasuulku alayhi salatu wasalam geelo dhan isuu wada geeyo ka weyn ila ka u yaro hal mooyar wax kala dhalay mid mu dhagax dhalay marka neef geelo de halay dhashay baan kugu qaadayaan buu jeeda rasuulku alayhi salatu wasalam
waxa mararka qaar kood rasuulka ugu iman jiray fadhigiisa dad wafdiya ayaa ugu iman jiray dadka wafdiga oo su'aalo weydiinaya qaar kood aanay markii hore islaam ahayn qaar kood ay yihiin dad muslimiina nabiga calayhi salaatu wasalaam su'aalo weydiin jireen rasuulku calayhi salaatu wasalaam su'aalo uga jawaab jiray asxaabta rasuulku fadhiga rasuulka iyo xalqadiisa aad iyo aad bay u jeclaayeen ninka xataa iman kari waayaa nin kale uu la heshiin jiray oo ay ku kaltami jireen war hebel oo adiguna maalin inoo tag ana maalinta kale inoo tegaya habeenkiina aynu isula nimaadno wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ka soo maqashay saxaabada sidaa yeeli jiray waxaa ka mid ahaa cumar ibnu khaaab radi allahu canhu kuntu ana warajulu lii min alansaar fii cawaali lmadiina aniga nin ansaarta ka mid a waxaanu deganayn buu yidhi deegaanada magaalada madiina xaggeeda sare ku yaala oo magaalada xoogay ka durugsan masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka durugsan wa kunaa natanaawabu nuzuula calaa rasuuliillah yanzilu yowman wa anzilu yowma waxaanu ku kaltami jirnay u imaanshaha nabiga calayhi salaatu wasalaam isaguna maalin buu iman jiray aniguna maalin baan u iman jiray faidaa nazaltu jiitu bikhabari dalika alyowm min alwaxyi waghayri anigu markaan soo dhaadhicee rasuulkaan u imaado maalintaa waxyi iyo war kale wixii nebiga aan ka maqlay waan u keeni jiray waidaa nazala facala mila dalik isagu marka uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhaadhicu u tagana sidaasoo kale ayuu yeeli jiray wuxuu nebiga ka soo maqlay qur'aan iyo xadiid iyo wixii dhacay oo dhan ayuu warkeeda uu ii keeni jiray nebigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulkii ilaahay oo ilaahay uu doortay asxaabta markuu dhex fadhiyo lagama garan jirin kursi gooni oo dahab ka samaysan ama wax kaloo dhalaalaya ka samaysan oo loo dhigi jiray ma jirin taajka boqoradu xidhaana ma xidhan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana laa yatamayazu can asxaabi qofka aan rasuulka hore u araga yimaada kamuu dhex garan jirin wuxuu ku khasbanaan jiray inuu dhaha ayukum ibnu cabdulmualib ama ayukum nabiyu keebaa nabigiya kii neebaa nabigiya markaasay u tilmaami jireen markii dambe ee fii aakhiri xayaati nabiya calayhi salaatu wasalaam noloshii rasuulka gebagabadeedii asxaabta qaarkood waxay ku taliyeen dekad yar kursi yaroo dhisma ah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sameeyo oo ku fadhiisto si dadka wafdiyada iyo dadka cusuba imanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u gartaan ujeeddo kale maahayne nebigu intaa uu fadhiyo fadhigaa mar walba bashaashnimaa wejigiisa ka muuqatay dadkan uu la hadlayana si fiican buu usoo qaabili jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof walibana wuxuu u malayn jiray oo fadhigaa iyo majliskaa fadhiyaa inuu yahay kuu rasuulku ugu eegista badnaa mid waliba wuxuu is odhan jiray malaa rasuulku adigu si gaara uu kuula hadlaayo oo si gaara adiga uu kuu soo qaabilayo oo si gaara uu ku eegayay mid waliba saas is odhan jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo fadhiya in cunto loo keeno nebiga dhaqankiisu u ahaa xagga cuntada in had iyo jeeraale cid ay wax la cunto hadduu gurigiisa wax ku ogayay saxaabada qaar ka mid uu sii kaxayn jiray oo wax la cuni jiray acaamu lwaaxid yakfi ithnayn acaamu ithnayn yakfi halaaa raashinka qof qura loogu talagalay labuu ku filaanayaa buu odhan jiray raashinka laba loogu talagalay saddex buu ku filaanaya waa kada saasuun u wada raashinka boqol qof loogu talagalay laba boqol oo qof uu ku filaanaya dee weyaan macno sidaasoo kale haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax loo keeno waxaa loo keenay hadduu sadaqad yahay asxaabtiisu odhan jiray cuna oo ay sadaqada ma cuni jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa isaga iyo qaraabadiisaba ka xaaraantimay hadduu hadiyad yahayna kaana yushrikuun waa ka qayb gelin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marar waxaa loo keenay raashin sida uu sheegay samura ibnu jundub xeedho ku jira raashin thariida thariidku waa laxoox ama khubus la googooyey oo maraq hilib googo-aani ku jirana lagu daray raashinka ka u qiimo badan buu ka mid ahaan jiray nebigu waa cunay calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii waa la cuneen waa laysu dhiibdhiibay ilaa duhurkii markay qolo ka kacaanba qolo kala imanaysay oo cunaysay ilaahay baa subxaana wa tacaala raashinkaa barakeeyey waay waxaa taabatay gacantii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood majliskiisaasi waa dheeraan jiray mararka qaarkoodna waa gaaban jiray
على حسب الحاجة مر بباهد وحي كان ستو يا أرنكو نقنشر فرنقا يا فرن والبا رسولك مركا وككا عاي وحكا كعيتيري ذكرك إلهي دعاء لنا كفارة المجلس ومعنى دعاء قفك وحي خلط يقف يلغوي كالعين تميشا فرنيي لقاك رافاية دعاء سوام حي سبحانك اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دعاء السنة بيقان عليه الصلاة والسلام أخرى سنتين أو إلهي النزاهة يا حمان ولا إلهي كفوا يا كتل ماما يا إلهي أمانا يا توحيدك وقرا يا إلهي دم داف وديسنا يا توبتنا إلهي سبحانه وتعالى ولا يمنعي وحنو الشيء النبي جن عليه الصلاة والسلام ده هذاي فريستان مال ما جلس قوم مجلسا ثم لم يقوموا منه لا وهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي فيه قوم هذاي مال فريستان وككعاب يقول إلهي حسن انت ماشا افديين نبي قال عليه الصلاة والسلام أنكو صليين وحاكك عدا فردي قودا أرقرمون ودمير كبختية أرتك بحد وكلا مركا فردي يدا اللي سقو إيمان أيها ما هو ديل الله فريست أما قاحي أما قوري الله فريست أما أرضاه الله فريست وإناني حسك إلهي كمرنان وإلهي القصة هذا القادر سبحانه وتعالى لقوه أمان نبي قال عليه الصلاة والسلام وإن القصة اللي وقف وإن نبي عليه الصلاة والسلام كصليين وحكى الرسول كل شيء عدة ميل فريسة تمشى ككعدة يدون إلى هاي صوبة هذا القادم إن مالن تقيام قف كاسف فدقة وكم رجودة ويراد حكوا جي فدقة نعاس عرتشين إن شاء الله مجالس تينو إن النقطة مجالس تي يفدي يدنا بيجينو كله والله أعلم وحكى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.